السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نتعود كده من دلوقتي ان لو حصل اي نوش كده في اي حتة في العالم هتلاقوني كده نطت لكم بفيديو بعدها على طول. ايلون ماسك اللي كلنا عارفينه اللي هو لسه مشتري تويتر قريب، اللي هو اغنى واحد في العالم، اللي هو اللي عايز يبقى صاحب اول رحلة بشر راحة للمريخ، اللي هو عايز يزرع شرايح كده في دماغ البني ادمين، وصاحب شركه تسلا وحاجات كتير كتير كده. 90 او 99% من اللي عايشين على الارض عارفينه. ايلون ماسك بمقاييس الدنيا، بمقاييس البشر، ده واحد عبقري من عباقره الزمان بتاعنا. ولو ربنا امد في عمر الواحد كده ال 50 او 60 او 70 سنه قدام كده، الواحد هيقول انا كنت من زمن ايلون ماسك. واخدين بالكم؟ فهو بمقاييس الدنيا عبقري من عباقرة الزمان. امبارح يا سيدي نزل تويتة على تويتر اللي هو خلاص بقى بتاعه، واللي عنده تويتر زينا نقول له عمنا. نزل تويتة بتقول فيما معناها ان انا يا رجالة لو مت في ظروف غامضة كده من غير ما حد يعرف ايه اللي حصل، فانا مبسوط ان انا كنت وسطكو وعرفتكو وشفتكو وشفتوني وتونسنا ببعض. شاء السميع القدير يا صديقي ان واحد راجل مسلم اسمه محمد المسحل تقريبا يرد على ايلون ماسك ويقول له ايه؟ تعالوا نشوف. لن تموت قبل موعدك يا إيلون ماسك، وعلى كل حال أنت شخص فريد في هذا العالم، ولكني أتساءل، أنت عبقري، ألم تكتشف أن للكون خالق؟ إن كنت اكتشفت ذلك فعليك الاعتراف بذلك قبل أن تموت. والراجل بحسن نية دعاله وقال له حاجة كده زي مع أطيب التمنيات يا أخويا ويا حبيبي وصديقي والكلام ده كله. يقوم إيلون ماسك ردد عليه رد صدمني أنا شخصيا وقال شكرا لك، ولكن ليس عندي مشكلة أن أذهب إلى الجحيم، لأنه إذا كانت هذه هي الحقيقة والنهاية فالغالبية العظمى من البشر سيكونون هناك. انتهى رد إيلون ماسك. وجه دورنا بقى احنا دلوقتي في الكلام. سبحان الله، أفقر راجل في العالم دلوقتي مش لاقي ياكل حرفيا، ممكن ما يكونش لاقي مكان يسكن فيه، ممكن مش لاقي سقف بيت يحميه من المطرة أو من الشمس أو 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 أو، بس يقينا لو الراجل ده مؤمن وموحد بالله فهو عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن من مليون إيلون ماسك، اللي أغنى راجل في العالم، اللي أذكى راجل في العالم. سبحان الله، اللي يعتبر بمقاييسنا وبمقاييس الدنيا عبقري من عباقرة الزمان. أنا عايز أقولك إنك بإيمانك بالله كفتك ترجح قدام مليون واحد مش معترف بوجود الله سبحانه وتعالى، كفتك ترجح قدام مليون غني من أغنياء الدنيا مش معترف بوجود الله سبحانه وتعالى، كفتك ترجح قدام مليون عالم من العلماء اللي قدموا ياما للبشرية بس ما أمنش بالله سبحانه وتعالى. إيمانك بالله حطك في منزلة عالية قوي، فوق علماء وفوق عباقرة وفوق ناس كتير قوي. بمقاييس الدنيا هم عباقرة ولكنهم مش معترفين بوجود الله سبحانه وتعالى. انت عند ربنا سبحانه وتعالى يا موحد بالله أحسن منهم وأعلى منهم وأفضل منهم، ويوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى في مكانة بعيد قوي عنهم. ولا يسعني في نهاية الفيديو صديقي إلا أنني أختم بمقولة الإمام الذهبي اللي بتقول لعن الله الزكاء بلا إيمان ورضي عن البلادة مع التقوى. أنا وإنت لحد اللحظة دي إن لم يتب إيلون ماسك، أنا وإنت أحسن من إيلون ماسك ومليون واحد زيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم وليس أزكاكم وليس أجملكم وليس أنضفكم بل أتقاكم. ركز عليها. يلا صديقي، وجودك معايا على الصفحة وعلى قناة اليوتيوب وعلى تيك توك هيساعد جدا في ان المحتوى ده يستمر. عايز اشوفك هنا وهنا وهنا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.